اهلا بيكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل كلامنا ودردشتنا مع كابتن ماهر همام نجم النادي الاهلي السابق. وكانت نهاوندا حتى قبل ما نطلع الفاصل قالت عايزين بقى نفتح معاه ملف المنتخب، وفعلا احنا عندنا ان شاء الله يعني مبدئيا كده لقائي السنغال. هل متخيل ان كيروش ممكن يستعين ببعض العناصر الجديده يطعم بيها الفريق؟ وبعدين احنا في الاول وفي الاخر بنتكلم على فريق السنغال، سيبك بقى من تاريخه وموروثه ولقاءاتنا السابقه معاه واحنا معرفتنا الكامله بان هم الى اي درجه عندهم قوه عضليه واطوال وجري و و و هم كمان عندهم نسبه، ده تقريبا الفريق كله محترفين. اه بالظبط، يعني يكاد يكون المنتخب بتاعهم كله محترفين. فهنعمل ايه في لقائي السنغال بقى؟ دي اللي هتفرق معاهم يا كريم، ان هم العدد ده كله موجود في اوروبا. العدد ده كله بيتمرن بنظام وبيلعب كل 3 4 ايام، واخد بالك، واحتكاك طبعا على اعلى مستوى. لما هيرجع السنغال هيبقى يوم او يومين وبعد كده هيبدا يجي على القاهره. مشكله عندنا احنا بقى. طبعا مشكله، احنا كنا قبل ده كنا بنتكلم وبندردش ان كل يومين ثلاثه نطلع. بالظبط، كل يومين ثلاثه عندك مباراه. لعيبه الاهلي مجهده مجهده، الثلاثه بتوع نص الملعب مجهدين جدا. حتى الجانب الهجومي عندك مجهد واضح قوي. طب وبعدين؟ حتى خط الظهر هتتصرف ازاي؟ اصابه حجازي هتاثر علينا بشكل كبير، عدم وجود حجازي في المباراه الاولى هتعمل لنا مشكله في الحته بتاعت خط الظهر بشكل كبير. كل ثلاث ايام الاهلي عنده افريقيا وعنده دوري، واخد بالك، وبعدين امبارح خساره الاهلي والزمالك بتاثر نفسيا كمان على اللعيبه. الاجهاد اللي هيبقى واقع على اللعيبه، احنا السنه الثالثه على التوالي، يعني لعيبه منتخب مصر ما ريحتش. اي نعم دوري قوي، والدوري بقى له سنتين بيفرز لعيبه على اعلى مستوى. حتى مستر كروش يمكن اختار 6 7 لعيبه، ودي كانت اول مره من الانديه اللي موجوده في الدوري العام. لكن بالاخص قوام المنتخب بيبقى من الاهلي والزمالك. لو الاهلي والزمالك مش في حالتهم هتاثر بشكل كبير جدا على منتخب مصر في المباراه الاولى. فنتمنى ان شاء الله ان اللعيبه دي يعني حاله استشفاء بالنسبه لها تبقى يعني يقدروا يستغلوها بشكل كبير جدا. ربنا يبعد عنهم الاصابات، لان برضك الاصابات